في الوقت الذي يقاتل به أبناء المقاومة بكل بسالة وشجاعة، هنالك صمت عربي وخنوع وخضوع وعدم تأثير بمجريات الأحداث. كيف تعلق على هذا؟ أولا، أغلب شعوب المنطقة ذات أنظمة حليفة، وخاصة ما يعرف قديما بدول الطوق، أصبحت دول الصور الحامي للكيان الإسرائيلي. ثانيا، أغلب تسليح تلك الجيوش وتسليح غربي يتم التحكم به خلال أجهزة متقدمة جدا في البنتاغون، كما رأينا في تركيا عندما استطاعت تحييد الجيش في انقلابه على أردوغان عندما طلب الحماية. إذن هذه جيوش لحماية الأمن الداخلي فقط، وليس للاشتباك مع عدو هو حليف للدول التي صدرت تلك الأسلحة. إذن الشعوب العربية مغلوب على أمرها سيد فرويلة، الشعوب العربية مغلوب على أمرها، الموضوع بيد الحكومات والحكومات مطبعة. الحكومات ليست مطبعة، ولكن الحكومات لا تمتلك السلاح الذي تستطيع مواجهة العدو به. هذا السلاح هو سلاح واهم لحماية الأمن الداخلي وحماية والتصرف مع الشعوب، وليس لقتال الصهاينة تحديدا أو الغرب. الدول العربية المحيطة بإسرائيل ليس عندها أسلحة غير متحكم بها من الغرب أو حتى الشرق. حتى الأسلحة المضادة للطائرات في سوريا والتي يمتلكها الحليف الروسي لا تعمل خلال الغارات الصهيونية عليها. إذن الأمر محكوم. الزراع للشعوب العربية وللحكومات العربية مكبل إما اقتصاديا أو عسكريا، وبالتالي عدم استطاعة هذه الدول اتخاذ موقف، اللهم إلا موقف انتحاري، موقف حاسم قد ممكن. إذن أفهم من كلامك أن الحكومات العربية تخشى، لا تخشى من شعوبها، ولكن تخشى من العقوبات التي لربما تفرض عليها. ليست العقوبات وحدها، ولكن التعطيل الذي قد يطرأ على الأجهزة التي يمتلكونها من خلال أنظمة. وماذا عن الحكومات التي طبعت مع الكيان الإسرائيلي وربما هي راضية بما يحصل الآن؟ نعم، هناك أنظمة في دول الخليج وتنطلق منها طائرات، أغلب عمليات القصف تم من بطائرات إماراتية، وأغلب الطائرات التي قدمت المؤونة وفتحت المجال الجوي للنزول في مطاراتها كانت الأردن القريب جدا من إسرائيل عار. وأيضا أنا كمصري أطالب حكومتي أن تتخذ موقف أكثر حزما وشدة في هذه الأمر، لأن مصر الكبيرة يجب ألا تقف متراخية إلى هذا الحد، ويجب أن تظهر ولو شيئا من الغضب، أن تحرك بعض الوحدات، أن تظهر استعداد لخوض قتال مع الصهاينة في حال استمر هذا الأجواء. طيب، أستثمر فرصة وجودك معنا في هذه التغطية سيد فرويلة. المقاومة تملك زمام المبادرة لحد الآن، وتطلق صواريخ هنا وهناك بدءا من فادي واحد واثنين وثلاثة، وليس انتهاء بقادر واحد الذي حقق منجزا كبيرا على أرض الواقع. كيف تقرأ إمكانية حزب الله؟ حزب الله لديه تفوق على الأرض، لديه تفوق في نوعية الصواريخ، في قوة النيران، لديه أنفاق تمتد حتى تل أبيب والضفة تحت الجليل وتحت غيرها، وهو ما ظهر في العملية النوعية التي تمت أمس، واختطفوا 7 عناصر من الجيش الإسرائيلي. عندهم قدرة كبيرة على الاشتباك وتحقيق النصر على الأرض، ولذلك نتنياهو اتخذ خطوة لتحييد هذه القوة وهذا التفوق الذي لمسه أيضا في غزة عن طريق حشد قوات كبيرة على الحدود مع لبنان لمنع غزو من قوات حزب الله. أيضا هو يريد أن يثبت هذه المعادلة، أنتم تتفوقون في الصواريخ ونحن نتفوق في طائرات F-35، وعليه لكسر هذه القاعدة. لابد أن تكون هناك دفاعات جوية، لو حسمها حزب الله يستطيع أن يتقدم ويستطيع أن يبتلع الجليل عمليا، لأنهم لن يستطيعوا مواجهة برية، وهذه المواجهة البرية مؤجلة بسبب التفوق الجوي الإسرائيلي.
ولن يحدث توازن بين القوتين إلا إذا تم تحييد هذا التفوق الجوي كما فعل حزب الله في سنوات.